مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بوبوب نيوز، موعدكم اليومي مع الفن والثقافة. كنتقاسموا معكم أيضا أخبار تروج مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين مراج مؤخرا هو يعني إعلان ديال واحد المدرسة ديال المؤثرين. مدرسة ديال المؤثرين، سي جون انفورماسيون كي في ترومبلي لي ريزو سوسيو. علاش؟ لأنه الناس كانت عندهم واحد الردة ديال الفعل كانت باد بوز كبير، لانه كيقول لك كيفاش مدرسه ديال المؤثرين، شنو غيستافدوا؟ الاشهار ديالها كان سطحي بزاف، وحتى ملي بغاو يفهموا شنو هي يعني شنو هو التكوين اللي غادي يكون عندهم وشنو غيقدروا يتعلموا، هذاك السيد اللي عنده شركه ما قدرش يعطي اجابات مقنعه. فالوعد اللي كيعطيه هو 20,000 متابع و5,000 يورو شهريا ديال الارباح. كنظن هذا الشيء فيه شي شويه ديال الدغل. نشوفوا اخبار واحده اخرى في الزابينغ. تعرض القاعات السينمائية المغربية ابتداء من يوم غد الفيلم السينمائي الطويل لو كان يطيح الحيوط للمخرج حكيم بالعباس، الذي يحمل الجمهور للعيش في قلب قصص الحياة اليومية النساء ورجال من مدينة برجعت، حيث الحياة تظل صعبة للبعض ورحيمة للآخرين. الفيلم مشاركة أمين ناجي، حسن مومني، زهور سليماني، سناء علوي، حنان بن موسى وآخرون. توج المخرج المغربي طارق برحيم جائزة أفضل مخرج مسرحي في مهرجان الرحالة بالأردن نهاية الأسبوع الماضي، مسرحية الليلة رفقة فرقة مسرح سيدي يحيى الغرب. الدورة الأولى لهذا المهرجان أقيمت في ساحات وحدائق ومعالم العاصمة الأردنية تحت شعار فضاءات عمان، بدل المسرح المغلق لتعميق التواصل بين المسرح والجمهور. سيتم تصوير فيلم مقتبس من رواية بلقيس للكاتبة الفرنسية المغربية صفية عز الدين من توقيع المخرج اللبناني الأمريكي وليد مؤنس، واللي نال الشريط الأول 1982 استحسان النقاد. تنطلق غدا الدورة العاشرة لمهرجان صيف لودية بكورنيش أبي رقراق بالعاصمة الرباط. فعاليات المهرجان ستتواصل لثلاث أيام مشاركة نخبة من الفنانين. البرنامج متنوع، يضم أمسيات غنائية ومعرض فني كبير يحتضنه رواق باب الكبير. مجموعة من المواهب قدرت تبرز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ضيفنا اليوم واحدة من هاد الشباب اللي قروا من خلال صفحاتهم عبر هاد الوسائل أنهم يتقاسموا المواهب ديالهم. هي بدأت بالكوميديا ومن بعد الغناء، واليوم كتفكر جديا في دخول هاد العالم بشكل احترافي. وطبعا أصعب اختيار يمكن يختاره الإنسان هو الكوميديا على مواقع التواصل الاجتماعي. علاش؟ لأنه ما كيقدرش يتحكم في ردود الأفعال، وهذا سؤال غتجاوب عليه زهراء صاهر من خلال الروبورتاج. كيفاش كتعامل مع ردود الفعل السلبية؟ لأنه كما كاين الناس كيشجعوك، كاين الناس غير لله في سبيل الله كيبغيو يحطموك. نشوفوا الروبورتاج. السلام عليكم، معكم زهراء الساهر على بوب اب. انا فاش كنكتب شي فكره وكنصورها فوسط ديك التصوير اللي كنصورها وكنحاول انني نخدم عليها باش تطلع شي حاجه اللي تضحك الناس، هذيك هي السعاده ديالي. انا اول فيديو كنا غير تنضحكوا انا وصاحبتي، وشديته وحطيته في واحد الجروب، حطيت لا فيديو حتى لقيته انتشر. فاش شفت هكاك الناس كيبارطاجيوها بزاف، وهذا يعني ما كنتش ناويه، ولو كانوا دي كومونتير قباح ولكن كانوا حتى زوينين قلت اش نكمل. انا المواضيع ديالي كناخذهم من صحاباتي، من العائله، من شي حاجه عشتها، جلست مع شي ناس كبار كيتهاودوا كيهضروا على شي حاجه، فانا كنبقى نسجل كنمشي كنكتب هذيك الساعه باش ما تنساليش، كنقول هذا هو لا فيديو ديال غدا. الصراحه هاد الناس كاملين اللي كيديروا لا كوميدي كل واحد عنده البصمه ديالو باش كيتميز. صراحه كنثق في داكشي اللي كندير بزاف، وكندرس الفكره مزيان قبل ما نديرها باش ما يكونوش مشاكل. كنصفي عاد كندير لا فيديو وكيطلع زوين، وكنثق انه غيطلع زوين. انا كنتمنى انه يجيني شي دور اللي يليق بيا ديال بصح، لحقاش الممثل او الفنان باش كينجح فاش كيعطيوه شي دور اللي كيجي معاه. فانا كنتمنى ان شي نهار تجيني شي فرصه. وبالنسبه للمشاهير اللي ولاو دابا في لا كوميدي، كنشوف الاكثريه ديالهم تبارك الله واعرين، والمخرجين راهم اذكياء، اكيد غادي يختاروا شي واحد اللي غادي يشوفوه يقولوا هذا غنختار، فاكيد غيطلع واعر. زعما شنو غنختار ما بين لا كوميدي والغناء؟ انا كيعجبوني بزوج، وكنشوف زعما في لا كوميدي مزيان وفي الغناء حتى هو مزيان. بالنسبه للغناء كنشوف راسي بلا جا الوقت فاش ندير شي حاجه ان شاء الله، غير هو ضروري تكون شي حاجه واعره. انا لو كانت هاد المره شي حاجه واعره ومقتنعه بها 100% ما غاديش نحطها.
انا بالنسبه لي كومونتير القباح ما بقيتش كنتسوق كاع، ولات عندي مناعه من لي كومونتير القباح، كنشوف هكا شي حاجه حدايا خايبه بحال ما كايناش، كنشوف الزوين كان شي حاجه زوينه راه كيعجبني الحال، شي حاجه خايبه ما كنتسوقش مكمله. لحقاش الناس غيهضروا غي كومونتيو لك قبيح غي كومونتيو لك قبيح، يعني حيت كل واحد والعقليه ديالو. فانا وليت كنتقبل كل روح رياضيه، كنكتب بزاف اغاني زوينين. هاد المره الاغنيه اللي غادي تكون انا اللي كتباها، انا اللي ملحناها، وكل شيء انا تايق بلغه تعجب الناس ان شاء الله. الفق يا ملكي عبدك وعطفي يا صبغني يا بدر بملغته. تكلمنا في بدايه الحلقه على مدرسه المؤثرين والاعلان ديالها اللي خلق جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزاف ديال المواقع، بزاف ديال الاشهارات والوعود الكاذبه كنلقاوها في الانترنت، فالواحد يحاول يغربل شي شويه ويميز ما بين ما هو واقعي وصحيح وما بين ما هو يعني فوس بروميس نقدروا نقولوا. اي حاجه جات على الحد فهي اكيد غادي تكون غير صحيحه. كيف تتعلم لغه في 15 يوما؟ كيفاش دير فلوس في 3 ايام؟ كيفاش عمل الله شنو؟ فكنظن بان الانسان خاصو يفهم بان الخدمه هي اكثر حاجه يمكن له يديرها باش يوصل لاي هدف بغى. من بعد راه الامور كتيسر. شكرا لكم على متابعه البرنامج، كنتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقيته زوينه معنا. اذا بغيتوا تشوفوا الحلقات السابقه ما عليكم الا تمشيو لموقع قناه ثانيه دوزيم.ما ولا الابليكاسيون ماي دوزيم. شكرا.